وقت زكاة الفطر، زكاة الفطر لها ثلاثة أوقات، لها ثلاثة أوقات: وقت وجوب، ووقت فضيلة، ووقت جواز. ما معنى ذلك؟ وقت الوجوب يعني متى تجب الزكاة. وقت الوجوب هو غروب شمس ليلة العيد، إذا غربت الشمس فهذا وقت الوجوب. ماذا نعني بكلمة وقت الوجوب؟ معناها أن الإنسان إذا مثلا أسلم بعد مغيب الشمس فنقول ليس عليك زكاة فطر، لو أسلم قبل غروب الشمس فإنه يجب عليه زكاة الفطر. الطفل والجنين لو ولد قبل الغروب نقول يجب، لأننا يعني قلنا مستحب، معنى مستحب أنه إذا ما أخرجها ما عليه شيء، لكن لو ولد قبل الغروب فإنه ينتقل من الاستحباب إلى الوجوب. وقت الفضيلة يعني أفضل الأوقات لإخراج زكاة الفطر، وهو الذي ورد أو كان يستحبه أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهو ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد. لكن هذا الوقت يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى يعني تجهيز ومواعدة من تعطيه هذه الزكاة حتى لا يذهب وقتها وأنت ما أخرجتها. هذا أفضل الأوقات إن استطعت، فهذا أفضل الأوقات. إن لم تستطع فيبقى عندنا وقت الجواز. وقت الجواز يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، وكما قال الشيخ ابن باز من ليلة أو أول وقت إخراجها هو ليلة 28. إذا جاءت ليلة 28 هنا يجوز إخراج زكاة الفطر، لكن كلما أخرتها كانت أفضل، كلما أخرتها كانت أفضل. وأما إذا أخرجها بعد الصلاة، صلاة العيد، فإن لم تكن بعذر فهي صدقة من الصدقات، وفاتك وقت صلاة وقت زكاة الفطر. لكن إن أخرها لعذر، مثلا نسيها وما تذكرها إلا بعد صلاة العيد، نقول أخرجها وإن شاء الله تحسب لك زكاة، لأنك أخرتها لعذر، أخرها لعذر، فهذا لا بأس به. ما يعرف الفقهاء يقولون ما علم عن العيد، كان في مكان لم يعلم عن العيد وإعلان العيد إلا بعد الصلاة، فهنا نقول أخرج زكاة الفطر وليس عليك شيء، أخرج زكاة الفطر وليس عليك شيء. وهذا يحصل كثير، يعني بعض مثلا شخص سأل يقول وضعت مثلا رز الزكاة في دبة السيارة أو شنطة السيارة، ما تذكرتها إلا على أساس أني أوزعها، ما تذكرتها إلا بعد الصلاة، أقول اذهب وأعطها الفقير وتصدق بها وإن شاء الله تحسب لك زكاة فطر، لأنك أخرتها أو بنسيان، والنسيان عذر من الأعذار الشرعية. إذن الواجب أن تصل إلى الفقير أو وكيل الفقير قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد.